السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني ينهي زيارته لولاية قدماغة ويعود إلى العاصمة نواكشوط. قادة أزبديون يعبئون في نواكشوط للتوقيع على مقترح الجزائر لإحلال السلام في الشمال المالي. وفي النشرة أيضا تتابعون حظيرة جاولينغ إحدى المحميات الطبيعية لحماية الوسط البيئي في موريتانيا وتحوي بعض الحيوانات البرية النادرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إلى العاصمة نواكشوط قادما من مقاطعة سيلباب عاصمة ولاية قدماغة، حيث أنهى صباح اليوم زيارته للولاية التي استمرت 3 أيام، دشن خلالها عددا من المشاريع في بعض المقاطعات والمراكز الإدارية بالولاية. وكانت مقاطعة وليانجا آخر محطاته فيما يخص المقاطعات، حيث زار بعض منشآتها الصحية والتعليمية. وكان الرئيس قد أشرف يوم أمس بمركز غابو الإداري على وضع الحجر الأساس لمشروع بناء مقرات لفروع إدارة سجل السكان والوثائق المؤمنة على امتداد التراب الموريتاني. ويصل عدد المقرات التي سيتم بناؤها في هذا المشروع 167 مقرا في كافة البلديات. المزيد في التقرير التالي. وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة التي واجهت خلال السنوات الأخيرة موجة احتجاجات عارمة قادتها منظمة لا تلمس جنسيتي بعد اتهامات للوكالة بعرقلة إحصاء بعض المواطنين الموريتانيين في مناطق من الضفة، وبعد حوالي سنتين من خفوت الاحتجاجات ضدها اختارت أن تطلق مشروعها الجديد لتوسعة مقراتها من المناطق التي كانت منطلقا لهذه الاحتجاجات. حيث أشرف الرئيس محمد عبد العزيز في مركز غابو الإداري بولاية قدماغة على وضع الحجر الأساسي لمشروع بناء مقرات جديدة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في كافة البلديات على عموم التراب الوطني. المشروع الجديد يتضمن بناء 167 مقرا بتكلفة يصل قدرها إلى أكثر من 2.5 مليار أوقية، وبتمويل من الخزينة العامة للدولة. الوكالة التي أنشئت منذ سنوات قليلة تقول الحكومة إنها حققت قفزة في مجال توثيق سجلات الحالة المدنية وإصدار بطاقات تعريف وجوازات سفر مؤمنة وفق أحدث المعايير الدولية، وتزويد الأجهزة الأمنية في نقاط العبور بأنظمة تمكن من تتبع حركة المسافرين. غير أن قرار الوكالة قبل أشهر والقاضي برفع رسوم بطاقات التعريف وجوازات السفر وغيرها من الوثائق التي تصدرها الوكالة، وبتحديد أسعار مضاعفة مقابل تجديد هذه الوثائق في حال ضياعها، كان من بين قرارات الوكالة التي قوبلت بانتقادات واسعة في ظل معطيات تؤكد أن عائدات الوكالة من رسوم الوثائق تصل ضعف الميزانية التي تتسلمها من خزينة الدولة. من ناحية أخرى، أشاد وزير الداخلية واللامركزية محمد المحمد رارا بتدشين مشروع بناء 167 مركزا لتسجيل السكان، معتبرا ذلك خطوة في سبيل إكمال مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق وإنشاء حالة مدنية عصرية تنهي تزوير الوثائق. إن تزامن هذا الحدث مع الذكرى 5 لإنشائكم للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وإطلاق نظام بيومتري لتحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية يضفي مزيدا من الغبطة والاعتزاز بقطع أشواط كبيرة في سبيل استكمال هذا المشروع الوطني. سيد الرئيس، لا يخفى على متابع الشأن العام السياسي وحركة التنمية في بلادنا أن تجسيد مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية على أرض الواقع كان وفاء لبرنامجكم الانتخابي عام 2009 بإنشاء حالة مدنية عصرية تقوم الاعوجاج وتكمل النقص وتسد الطريق أمام تزوير الوثائق الوطنية.
الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز أشرف كذلك على وضع الحجر الأساس لمشروع كهرباء مدينة جاغيلي التابعة لمركز غوراي الإداري. وقال محمد سالم للبشير وزير البترول والطاقة والمعادن إن مشروع كهرباء قرية جاغيلي سيكون له أثر إيجابي على حياة السكان، كما أنه يأتي تجسيدا لإنجازات منظمة نهر السنغال في مجال الكهرباء الريفية. إننا نجتمع اليوم بمناسبة هامة تتمثل في وضع الحجر الأساس لمشروع كهرباء قرية جاغيلي، والتي سيكون لها الأثر الطيب على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه القرية. إن هذا المشروع الذي يجسد إنجازات منظمة استثمار نهر السنغال في مجال الكهرباء الريفية طبقا لتوجيهاتكم السامية سيدي الرئيس، يندرج في إطار المقاربة التي حرصتم على رسمها للمنظمة والمتمثلة في استقلال مصادر نهرنا على الوجه الأمثل خدمة لمصالح السكان. ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بزيارات الرئيس الموريتاني لولايات الداخل واصفا إياها بالعبثية. وقال المنتدى خلال أمسية نظمها بدار الشباب القديمة في نواكشوط إن زيارة الرئيس للداخل لم تحمل معها جديدا للساكنة ولم تراعي معاناتهم على مختلف الأصعدة. وأضاف المنتدى أن الهدف من الزيارة هو إلهاء المواطنين عن معاناتهم ومشاكلهم بدل الإصغاء إليها والعمل على حل حالتها. الزيارة إنها زيارة فعلا عبثية بها اللي ما عندها هدف معلن، والعات عندها هدف أساسا النظام ما فات أعلن عنه، وعبثية أيضا لأنها جاءت في وقت صعيب بالنسبة للمزورين بالنسبة للسكان، وهي عبثية لأنها انتهجت أسلوب ما هو شعبي ولا عنده علاقة حتى بالاطلاع على حياة المواطنين، ولا هم اللي جايب لهم شيء، لأن كان أصلاً الزيارات أي رئيس قام بزيارة لا بد له من يتكلم عن وضعية البلاد، يتكلم عن حالتها السياسية، ويتكلم عن حالتها الاقتصادية، ويتكلم يعود جايب خطاب للشعب. الرئيس الحالي ما جاب خطاب، وحتى المواطنين من الأبجديات الزيارات أنهم يحياوا ما حياهم. نظم بالجمعية الوطنية في نواكشوط ملتقى لعرض ونقاش التقرير الموريتاني لحقوق الإنسان. وقال رئيس الفريق البرلماني للحقوق والحريات العامة إن النقاش البرلماني سيثري التقرير ويقدم ملاحظات بخصوصه، مؤكدا أن البرلمان الموريتاني والفريق البرلماني لحقوق الإنسان يرحب بكل التقارير والاتفاقيات الحقوقية التي لا تتناقض ومقتضيات الدين الإسلامي. يشرفني أن ألتقي اليوم في إطار أنشطة الفريق البرلماني لحقوق الإنسان والحريات العامة لنقاش موضوع مهم يتعلق بالاستعراض الدولي الشام، التقرير الوطني اللي يشكل سابقة أولا في التعاطي بين العمل الحكومي والعمل التشريعي. لأول مرة هذا التقرير يعرض على البرلمانيين لنقاشه لإعطاء وجهة نظرهم فيه قبل أن يعطوا صيغته النهائية. وأن عن هذا يشكل تحول مهم، تفاعل أساسي في تطوير الديمقراطية، قطعا عن مشاركة البرلمانيين فيه يدور يعطيه دفع من حيث الأفكار من حيث تنويرها، لأن في هذه كامل عندنا مبدأ واحد هو متمسكين به، هو ثوابت الوطنية وديننا الإسلامي الحنيف، بشكل يجعل عنا حريصين على أي نص وأي قانون ليتصادق على الجمهورية الإسلامية الموريتانية على نعود قاوة خصوصيتنا الحضارية والثقافية والدينية بعين الاعتبار. مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني قالت إن التقرير الموريتاني لحقوق الإنسان سيمر ببعض المحطات قبل تقديمه للحكومة الموريتانية من أجل المصادقة عليه، مضيفة أن ملاحظات البرلمانيين ستؤخذ بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للتقرير. مشارككم ستؤخذ بعين الاعتبار فيه،
ذاك اللي يتقدمون فيه من الآراء وذاك اللي يغير فيه بالنسبة لكم أنتم يلا يغير لتعود حقيقة يضيف إضافة نوعية للتقرير اللي فات خاض بذول المراحل وما زال لك مرحلته التالية حكما أنتم ولا يعدل ورشة مصادقة في الأخير سابق يقدم للحكومة صادقة عليه ورشة مصادقة لا تعود حاضرها المجتمع المدني. وبالمناسبة نختار هنا تياها نشكر التعاطي الإيجابي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط على أن نحن هما فم تعاطي إيجابي فيما بيننا وفم شراكة حقيقية فيما بيننا ونشكرهم على التعاطي الإيجابي اللي بيننا نحن هما. وهنا تياها سابق نخلص إذا نختار نقول لكم على أن تم إصدار عدد خاص من الجريدة الرسمية في جميع الاتفاقيات الدولية اللي صادقة عليها البلد في مجال حقوق الإنسان ودور إن شاء الله تعود على الاطلاع بها. نظم قادة عدد من الحركات الأزوادية ملتقى في نواكشوط شرحوا من خلاله مضامين مقترح الجزائر لإحلال السلام في شمال المالي الذي أكدت هذه الحركات مؤخرا قبولها التوقيع عليه بعد أن كانت ترفضه وتعتبره لا يستجيب لتطلعات الأزواديين. الملتقى حضره مئات الأزواديين بنواكشوط ويأتي أياما قبل حلول موعد التوقيع على مقترح الاتفاق المرتقب في 20 من الشهر الجاري بالعاصمة المالية باماكو. نحن الآن انتهينا من اجتماع مع الشعب الأزوادي المتمثل في أهل أزواد اللاجئين والمقيمين في دولة موريتانيا الشقيقة، وكان الاجتماع حول توضيح نقاط كانت غامضة بالنسبة لهم من طرف تنسيقية الحركات الأزوادية حول الاتفاق والمصالحة في جمهورية مالي المنبثق من مسار الجزائر العظيمة. المهم هو أن هذا الاتفاق قد التزمت التنسيقية الأزوادية به لشيء واحد، ألا وهو المصلحة العامة لسكان. تنتشر في صفوف الطلاب ظاهرة الاختلاس التي يتخذها البعض وسيلة للنجاح في الامتحانات والمسابقات الوطنية، وقد تطورت هذه الوسيلة لاحقا مع ظهور الهواتف الذكية التي سهلت من هذه العملية وأضحى أصحابها يمارسونها بمستوى من الاحتراف. المزيد في التقرير التالي. على قدم وساق يتسابق طلاب المدارس التعليمية في العاصمة نواكشوط والطلاب المشاركون في المسابقات الوطنية من أجل النجاح في الامتحانات ونيل الشهادات بكل الطرق المختلفة وبشتى الوسائل المتنوعة. نتحدث اليوم عن الوسائل عاد يستخدموا التلاميذ في التريشي القش اليوم في الأقسام، منها الأجهزة الذكية كي الواتساب وشي، وعاد يخسروا على الناس اللي تقرأ. في الزمن القديم كما كانت في رقابة متينة بالناس كانت تقرأ، والزمن عاد رقابة متينة بها الناس عادي تريشي من الأوراق يشاوطوا بينهم في الأقسام، فهم والأساتذة عاد يرتشاو مولي ياك دخلوا للتلاميذ تواقط محلوم فيهم الأجوبة. وسائل ظهرت مع التطور التكنولوجي الحاصر وظهور الهواتف الذكية والبرامج المتنوعة التي أضحت وسائل مفضلة يستخدمها الكثيرون من أجل النجاح في الامتحان، ولو على حساب من سهروا الليالي وتعبوا في التحصيل والتحضير لاجتياز الامتحان. هنا شفت ظاهرة سيئة وهي أن التلاميذ يتريشاو عن طريق أولا الأوراق الاختلاس، ثانيا مولي انهم عاد عندهم وسيله قاع اخرى من العولمه ينقلها الواتساب، هما اللي يتراسلوا بيهم ويعدلوا مراسلات بيناتهم هما ويعدلوهم بصفته هذه، فهمت؟ هذه اثر على التلاميذ اللي يجوا من شور اهلهم اللي هم 9 أشهر يطلعوا في الحمان والبرد وذا، وكانوا يقراوا ويراجعوا في الليل والنهار ودعم يسوي شيء، يجوا واحدين اخرين ما عندهم قاع سبه واحده ويقبضوا وتلاوي مثلا يتراسل بالواتساب وتلاوي تيشافهم ويصبح متفوقين عليهم. ويلقي العديدون باللائمة على الجهات المعنية التي يقولون إنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار ظاهرة الاختلاس التي تطورت آلياتها ووسائلها لتواكب العصر.
رياضيا في هذه النشرة، عاد المنتخب الموريتاني للناشئين إلى العاصمة نواكشوط بعد أن فاز ببطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأقل من 17 عاما إناف المنظمة بالمغرب، حيث فاز وبفارق مريح على المنتخبات المشاركة في الدورة، بينما حلت تونس في المركز الثاني وحلت المغرب الدولة المستضيفة في ذيل الترتيب. وأبدى عدد من لاعبي المنتخب في تصريحات أدلوا بها لقناة المرابطون بعد وصولهم نواكشوط أبدوا فرحتهم بهذا التتويج. التورنوا اللي بيان باسي الحمد لله، كنا لعبنا ماتشات سيتي ترو ديفيسيل باسكو الناس كامله ما كانت متوقعه ان احنا قاعد نقبروا الكوب، ميم التورنوا دابري لو بروغرام كو معدل لان احنا نقلبوا انتم وماشيين ان هما اللي يلعبوا الفينال. الحمد لله نحن اكبرنا العزيمه بعدين ان احنا نقلبوا سبورس لا خليناهم نحن هما اللي يلعبوا ترويزيام بلاس، ان احنا في طايره نخرسوا اسكور كانوا اللي يقبروا. الحمد لله الماتش تي بيان باسي كونتر المغرب لعبنا قلبناهم 3-1 وكونتر تونيزي قلبناهم 1-0 دان لي دانيي مينيت الحمد لله دخلوا مولي فينا هما بيت واحده وكبرنا نحن بالو ما ديكوراجينا ولعبنا مولي عندنا بار ترانسفيرسال كان رايد مولانا لا ماتش اون بارتو عندنا مولي اون بارتو وخونا مولي نحن نبكوا كاع من عندنا اون بارتو بينا احنا مازين عندك كوم عندنا اون بارتو فرحان عندنا معنا احنا اون بارتو سعيدين بهذه البطوله الحمد لله حققنا بكل جداره واستحقاق. اللاعبين قدموا اقصى جهودهم الحمد لله، اليوم فرحنا شعبنا بهذه البطوله الحمد لله. والمباريات اللي لعبنا ما كانت سهله خاصه المباراه ضد المنتخب المغرب المنتخب المستضيف، المباراه كانت صعبه جدا خاصه الشوط الاول لان المباراه كنا لعبنا عشب مو اصطناعي عشب حقيقي صعب من مهمتنا، لكن تعودنا الحمد لله بالاخير واستطعنا تسجيل الاهداف، هدفين جاء بطريقه ما شاء الله طريقه جيده طريقه كنا ندربوا عليها استطعنا من خلالها تسجيل هدفين. البطوله ان شاء الله زينه، عندنا ياسر من بالون ان شاء الله، الناس قاع ما كانوا متوقعين عني قبل لقينا عندنا رقد ونعدلوا قبلنا ان شاء الله الحمد لله. وملي واجهنا ياسر من صعوبات خاصه المغرب قاع فريق جيد ان شاء الله اليوم، تونس مولي لاباس بهم مولي قدينا مولي قاموا هذا قدينا مولي نلعبوا كونترهم، عندنا ماتشات زينين دخلنا بيتات، عندنا ديفانس تشين غارديان مولي يسير ميليتير يلعب بالون، اتاكات مولي ماركي بيتات زين، عندنا كوتش عندنا نحن ميور كوتش قادمون. تتمتع موريتانيا بمحميات طبيعية خاصة من بينها حظيرة جاولينغ إحدى أهم المحميات الطبيعية لحماية الوسط البيئي، وتعمل المحمية التي أنشئت سنة 1991 على الحفاظ على بعض أندر الحيوانات البرية إضافة إلى حماية بعض أنواع الأشجار والطيور، وتقوم المحمية بإنتاج الفحم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بضع لحظات قبل موسم الهجرة إلى الشمال تأخذها هذه الطيور النادرة والمهاجرة دوما في مياه المحمية الوطنية جاولينغ أحد أهم المحميات الوطنية للحفاظ على الوسط البيئي في موريتانيا، ما جعل أندر الحيوانات البرية تتخذ منها مسكنا وملاذا. محمية جاولينغ وفقا للقائمين عليها تقوم بدور الرقابة وحماية النوع. هذه المحمية تم إنشائها سنة 1991 ولديها بعض الخصوصيات، حيث أنها تعمل خاصة على استعادة النظام البيئي الذي تضرر منذ سنوات الجفاف في السبعينات وكذلك الاستصلاحات التي تمت في المنطقة. إذن هي محمية خاصة تعمل على استعادة النظام البيئي من أجل وجود المصادر الطبيعية التي كانت موجودة مسبقا. جاولينغ ومحميتها تزاوج في اهتماماتها بين الحيوانات التي تكاد أن تنقرض وصناعة الفحم والاهتمام بالغطاء النباتي. محمية اللي نحموها الطيور ونحموها الحيوانات والأشجار، ودي صدرين قالها تيور يقولوا للتيفا والفرنسيون يعدروهم منهم لحموم هناتية. أمل يحدو المسؤولين في المحمية أن تنجح في الحفاظ على النوع وإشاعة ثقافة الوعي البيئي بين المواطنين. حظيرة جاولينغ يحاول القائمون عليها حماية الوسط البيئي في موريتانيا في عصر قيل إنه عصر القضاء على البيئة وتنوعها البيولوجي. الداهي عقوب، قناة المرابطون، حظيرة جاولينغ.
نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى لتعزيز القدرات الجماعية لتسيير الحدود بين موريتانيا ومالي، وذلك عبر تكوين بعض المعنيين المباشرين بعملية ضبط الحدود المشروع ممول من طرف الحكومة اليابانية بغلاف مالي يصل 3 ملايين دولار ويستمر مدة عامين. هو تدشين والله إعطاء تدشين الأول للمشروع تسيير القدرات الجماعية للحدود بين موريتانيا ومالي، ويهدف على أنه يمكن من تسيير الحدود بطريقة تعود جيدة بين الدولتين، وأيضا يمكن مالية من 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 من, 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 من على أن تعود مجتمعات الحدودية تعود مالية حتى هي داخلة في إطار تسيير الحدود بين الدولتين، وتعود تشتغل مع السلطات المحلية الحدودية تسيير هذه الحدود. نهاية النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني ينهي زيارته لولاية جيديماغا ويعود إلى العاصمة نواكشوط. قادة أزواديون يعبئون في نواكشوط للتوقيع على مقترح الجزائر لإحلال السلام في الشمال المالي. وفي النشرة تابعتم أيضا حظيرة جاولينغ إحدى المحميات الطبيعية لحماية الوسط البيئي في موريتانيا، وتحوي بعض الحيوانات البرية النادرة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وفي 9 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.